بسم الله، هنبدأ ان شاء الله مع بعض. نرسم سبيس في منطقة تكون دورين او في منطقة 3 ادوار او شفط مع طول المبنى زي ما انا عايز. هشوف بترسم ازاي. احنا اتعلمنا بكده ازاي نرسم سبيس عادية في اي اوضة. طيب دلوقتي هرسم سبيس في المنطقة ديت، اقول له سبيس وهاجي ارسم في النقطة دي. تمام كده رسمها لي، بس رسمها لي في الدور ده بس، انا عايز تظهر معايا في جميع الادوار. اقف هنا، بخش في element properties واقول له الابر ليميت بتاعي خليه اخر حاجة عندي، خليه الروف. اوكي طيب احنا محتاجين عشان نتأكد نرسم سيكشن ونشوف المنظر بتاعها معمول ازاي. اجي على view section وارسم سيكشن هنا كده. ماشي كده جو تو فيو. هاجي دلوقتي هنا في الفيزيبيليتي، اروح للسبيس، الاقي بتعلم عليها صح، بس لما تدوس على علامة زائد الاقي ان في حاجات صح وحاجات مش صح. اعلم على كله تظهر معايا الاقي ان السبيس في المنطقة كلها. طب نعلم على التاني. ماشي اقول له هنا سبيس من الله سبيس، وروح للسكشن واشوفه عامله ازاي دلوقتي. اهو بص السكشن واقف لحد هنا. تمام طب اخليها تكمل ازاي؟ element properties واقول له لا ما توصلش ليفل 1، لا وصلها للروف. اوكي اي زي ما احنا قلنا هتكمل معايا لحد الاخر. عمرو سليم.